المشروع اللي بيتكلم عليه في الدلتا، سواء كان الجزء الشمالي وده لسه ما خلص، ولا حتى الجزء الثاني اللي هو عندنا الجزء الشمالي اللي هو في والشرقي، واحد من رشيد وواحد فوق من عند ترعه الحمام، دول اللي هم هيبقوا المورد اللي بيدخل ميه للمشروع ده. طيب الميه ديت بعد ما تيجي هنا تبقى ري محوري كلها، ولا جزء منها ري محوري وري ري محوري اللي موجود ده، وده باقل استخدام للميه في النظم الري اللي هي العاديه التقليديه. لكن لو انا النهارده عملت صوب او عملت زراعات اخرى زي اللي بتكلم عليه زي الهيدروبينك ديت، وبقول برضو دي زراعات مش لكل شيء، ما اقدرش ازرع قمح بالطريقه ديت، ما اقدرش ازرع قمح بالطريقه ديت. لكن انا هتكلم بوضوح، تقدر تقول لي طب انا في زراعات ازرعها بالطريقه ديت، اقوم بدل ما ازرع 200,000 فدان قمح ازرع 200,000 فدان قمح مثلا، ده مثال، او 100,000 فدان قمح، ازرع 400,000 فدان محاصيل اخرى بس بنظم زراعه اخرى. اقول لك ايه؟ لا ازرع لي بقى 400,000 فدان زراعات اخرى، وما تركز، لان كل الكلام اللي بيتقال من بينا ان احنا ايه ان شاء الله هنعمل اكتفاء ذاتي في القمح وبتاع، ده مش يعني ده كلام كويس لو كانت الميه المتوفره لينا تسمح بكده. معايا دكتور مصطفى؟ وبرده وزير الري يصلح لي ووزير الزراعه يصلح لي. مش كل الزراعات بتنفع بالنظم المتطوره قوي دي، لكن هي هتبقى عباره عن مصفوفه متداخله محطوط فيها اعتبارات مع بعضها، عشان في النهايه نقطه الميه المتاحه ليا اطلع بيها افضل واكبر واغلى انتاج. اتوفر ليا كده اقدر ابيع ده واجيب اللي انا عايزه. ممكن يبقى في نقاش بيني وبين الناس في الموضوع، وانا قابله وانا مستعد اناقش زمايلي المتخصصين في هذا الامر عشان اتعلم منهم، وعشان اطرح وجهه النظر كوجهه نظر دوله. ليه احنا بنتكلم في ان احنا نتوسع في الصوب الزراعيه رغم انها ما بتطلعش كل حاجه؟ لان انا ممكن اخد اللي بينتج الانتاج اللي طالع من الصوب ديت وابيعه او احل بيه حاجه مثلا، ثم استورد بالعملات اللي انا صدرت بيها دي القمح، وده مش غلط، وده نقاش كبير قوي. ما تقوليش النهارده انا عندي اقدر ازرع 1,000,000 فدان بالقمح، يعني يطلعوا لي 2.5 مليون طن ولا حاجه، وانت تقدر تزرع بيهم منتجات اخرى تساوي قيمه القمح 3 مرات. ده نقاش نتكلم فيه، ولا يا دكتور مصطفى؟ فارجو بس النقطه دي تبقى واصله لينا كلنا. انا بتكلم على جهاز بيستطيع ان يتحكم في الدوره الزراعيه لمنتجاته، مش بتكلم على الراجل اللي عنده 5 6 فدادين او 10 فدادين او 20 فدان في الدلتا فبيزرعهم قمح، لا ابدا. انا بتكلم على قدرتنا كدوله في ان احنا نسيطر على نظم هنا في انتاجنا الزراعي اللي اقدر احل بيه المساله دي. دي نقطه.